Are you ready? كوك ستوديو هو برنامج قائم على الخليط الموسيقي أو الفيوجن ميوزيك. قريبا كل أحلامي ومزيكتي اتخذت من منطقتي. منطقتي هم اللي بيتكلموا عربي حواليها. كان عندي تقريبا 6 سنين كنت بغني في حفلات المدرسة، عشان أبين إمكانياتي لازم أكون بغني أغاني تقريب، فابتديت بقى بالأغاني. اسمي رويد عطية، أنا من حمص، من سوريا. أول تجربة كانت برنامج للهواة وربحت. أنا صوت للجمهور وربحت كاس الجمهور، انبسطت كتير. تجربة كوك ستوديو كتير حلوة بالنسبة لي، تجربة جديدة. أنا بدايتي مع الغنى ابتدت من وأنا صغير قوي، كل ما بسمع أغنية أعرف أعزف. كوك ستوديو قريبا على تلفزيون الحياة.